رح نروح لفقرتنا الاجتماعية والنفسية، ويمكن حكينا كتير عن تفاصيل بتخص مواقع التواصل الاجتماعي. دائما ساعات طويلة بيقضيها الناس بالعموم من جميع الفئات العمرية، الصغار والكبار الشباب، بكل الأوقات أمام مختلف أنواع خليني أقول الأجهزة الإلكترونية، من تابلة كمبيوتر لابتوب أو موبايل. هي الأجهزة الجلوس عليها لفترات متعددة بقدر ما ممكن ينمي مدركاتنا، سواء كنا عم نتفرج على أخبار ومعلومات وبرامج تعليمية، بقدر ما ممكن بنفس الوقت يعطينا كتير سلبيات على الصحة، على الجسم، أو حتى من النوع أو الصنف اللي نحن عم بنتابعه على هي المواقع من خلال هي الأجهزة. لهيك اليوم رح نحكي كيف ممكن نستخدم هالمواقع بشكل إيجابي، وكمية السلبيات اللي أصبحت هي الأكثر حالياً على هاي المواقع. كل هاي التفاصيل رح نضوي عليها مع ضيفتنا الدكتورة طبعاً والاختصاصية رولا صيداوي في علم النفس. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيكي. صباح الخير. هلا صرنا نعرف إنه النت ومواقع التواصل الاجتماعي هي سلاح ذو حدين، يعني نعم. اليوم أنا قدراني آخذ السلبي وقدراني آخذ الإيجابي وقدراني أوجه سلوكي بالشيء اللي أنا بديه. اليوم إذا هيك حبينا بشكل علمي نحن ناخذ الفائده ونبعد عن الاشياء السلبيه، نبعد عن الشيء اللي عم يخلينا نروح لطريق ثاني بتفكيرنا او تفكير اطفالنا. بدايه اي نحن بنقول هي فرضت نفسها، لكن هي مثل ما ذكرتوا الى يعني ذو حدين. هي اذا استثمرناها بالشكل المفيد اكيد رح تعطينا فائده، يعني اغلبيه الابحاث العلميه، اغلبيه الانشطه، اغلبيه اي مهاره، اي دوره، اي لغه، اي بتتعلميها عن طريق الانترنت، هذا كله بالمنحى الايجابي. لكن اذا نحن روحنا الوقت فقط ضروري التواصل الاجتماعي وضروري نصبح على الرفقات وضروري نحن نشوف شو في اخبار بالعالم، لكن ما يكون ياخذ كل وقتنا، لانه بدنا نتحول من مرحله انه متابعه لمرحله ادمان. يعني بنلاحظ بعض الاطفال او بعض الشباب اليافعين او الشباب حتى او حتى الكبار كمان، اذا الموبايل عندهم خلص شحنه انه خلص يعني نهايه الكون. طيب مثلا خير ان شاء الله، ما في مشكله ضروري، لكن مو انه نحن ياخذ كل وقتنا، يصير عنا نفسيا هاجس انه نحن اذا ما يوميا واكبنا لحظه بلحظه وكل منشور من الاصدقاء معناتها نحن بخسران. لا اكيد، لا اكيد أكيد. طيب دكتورة رولا، خلينا نحكي اليوم الإيجابيات والسلبيات بالاستخدام بالذات، يعني نعرف أنه هو نفسه كوسيلة إلى إيجابيات وسلبيات، ولكن كيف نقدر نستخدمها بطريقة إيجابية؟ هلأ بالطريقة الإيجابية المفروض إذا بدنا نحكي على المجتمع الصغير هي الأسرة، الأم والأب، نوعا ما الأطفال بيكونوا تحت جناح الأم، بيسمعوا كلمتها، بيخافوا على زعلها، كل ما كبروا مرحلة بيبطلوا، يعني مو بيبطلوا للأسف. هلأ صار العكس، الأهل يخافوا على زعلها طبعا. هلأ أكيد، فنحن هون بدنا نستثمر هاي المحبة وهي المودة بين الأم وابنها، بين الأب وابنه بشكل إيجابي. نتابع سوا، يعني ما لا معنى أنا مع ابني تابع مثلا سجل دورة، سجل دورة لو رسم مهارة، دورة تعلم لغة، تابع شيء معين، تابع مثلا صفحة معينة هي مفيدة، بس يشوفني بيتشجع، بيكبر بصير عنده، يعني هو هذا مكتسب دوما، هي الأمور مكتسبة، سواء حب إنه اكتساب المعلومات، يعني هلا هو في بعامل وراثي أكيد له دور، لكن أنا بس يشوف الأم والأب ملتزمين، الولد بالبيت أكيد سواء مراهق أو شاب أو بيلتزم. النقطة الثانية كمان كثير مهمة نحن بنأكد عليها، إنه نوجه، يعني إذا ابني مثلا عم يروح وقته بلا طائب لا فائدة، معلش حطه بالمقابل على الإنترنت عم يروح وقته، لا فوتوا دورات يتعلم مع رفقه بحبهم، اتفق مع اهالي مثلا رفقات ابني يفوتوا دوره معينه، يسجل، يروح هذا الوقت يستثمره بالشيء المفيد، لانه اذا ما استثمره رح يكون يا نوم يا اما متابعه بدون فائده. فنحن بدنا يعني نحرض على هذا الشيء، نشجع على هذا الشيء بالتعاون مع مرشده، بالتعاون مع اساتذه بالجامعه، يعملون النشاط جماعي عن طريق الانترنت تواصل. هلا الاجتماعات عم تصير على منصه الزوم، يعني فما عاد فينا نلغي هذا، هي الشاشه الصغيره اللي العالم كله عم يكون فيها، نحن ما فينا نلغي، لكن نحن بدنا نوجه، اذا ما نحن وجهنا الابن ما راح يعرف لحتى يكبر يصير عنده اولاد.
صرنا نشوف قصة كتير دكتورة انه المولود عم يجي ففورا اهله عم بيروحوا عم يساووا له صفحة على الفيسبوك باسمه، يعني هو ما انه عرفان بالقصة كلها يعني. فبتلاقي انه هو حدا فعال على الفيسبوك بصوره بقصصه بحركاته اليومية وباسمه يعني. يعني مثل ما يعني احنا بنعول دائما على الاهل، فهي القصة يعني هي صح يعني انه اليوم ان ابني يلاقي صفحة باسمه وهو معروف وهو كذا، هدول القصص يعني. يعني هلأ هي إذا بدك تاخديها من الجانب الإيجابي إنه بيتعزز ثقته بنفسه، لكن إذا تاخديها من الجانب السلبي إذا هو لسه صار عمره 3 سنوات بلش انشغل مين علق له ومين حكاه ومين بعت له ومين، لكن إذا منحى إيجابي تاخديه إنه إيه بيتعزز ثقته بنفسه، عنده إنه هو محبوب مثلا طفل محبوب معروف بالوسط الاجتماعي. لكن يعني انا بوجهه نظري لا هي فيها ضياع للوقت كثير، لانه بكير لاحقين يعني مش امتى بيدرك يعني الطفل اساسا ما راح يدرك يعني التقييم الاجتماعي له. تمام. يعني انه انا بدي اخذ محبتي من المحيط يعني اكيد من الام من الاب، انه ليكي قديش مثلا يعني هي بترجع للتربيه. اذا الام هي اكدت له انه هذا اهم شيء فهو اكيد بده يكبر على هذا الشيء، اما اذا وجهته ضروري بكون عمره مثال 12 سنه يعني بدا، اما 4-5 سنوات ما راح يدرك. ونقطه ثانيه انه هو راح يروح كل ذهنه وتفكيره انه مين حكى ومين علق له ومين بعث له، فما راح يستثمر بي يعني بدون فائده يعني. هن عم ياخذوه جانب ايجابي لكن لا بوجهه نظري ولا لا بدون فائده. صحيح. وعلى الطرف الاخر بنشوف في شباب في سيدات يمكن كانت هاي المنصات بوابه لهم لمشاريع صغيره. طبعا. فهون نقدر نضوي نقول انه هون في ايجابيه مو بالمطلق سلبيه. اكيد. خلينا نعزز شوي هذا المفهوم الايجابي، كيف فينا نستخدمه؟ هلا في يعني نقطه مهمه، احيانا ببعض الدول وانا بتوقع هون مساويين او اذا مو مساوي بتمنى انه تستثمر هي، بيعملوا لجان، هي لجان اسمها لجان للمستقبل، هي اللجان من الشباب كل واحد بيقدم مشروع صغير وبتواصل، ممكن يكون اجتماع يعني بشكل حضوري ممكن عن طريق منصة مثلا الكترونية، هذا كل واحد شو عنده وخاصة بده يكونوا شباب حتى نستثمر طاقاتهم وقدراتهم وهن يعرفوا شو عندهم مشاريع. عندك احيانا شباب عندهم يعني قدرة ذكاء ما شاء الله فائقة، هدول ليش مو مضوا عليهم؟ طب نحن بدنا بهيك مشاريع نقدر نستثمر، بصير هو بيتابع، بصير هو عم يبحث على شيء انه بدل ما يقعد بدون فائدة على النت، لا هو صار بفائدة، عم يبحث شو في مشاريع، شو في افكار جديدة، هو عم يتعلم يكتسب. هي النقطة كثير ضرورية تتفعل، يعني دوما نحن لما نستثمر ونفعل نشاط اجتماعي بالمقابل نحن عم نخصص للاطفال او اليافعين او الشباب يستثمروا وقتهم عن طريق بالشيء المفيد بالانترنت او العالم الافتراضي او السوشيال ميديا الى اخره. فنحن بده يكون الاساس الجهه الاساس مدرسه مجتمع جامعه اسره، كل ما كبرنا اكثر صار اكثر وزاره ضروري، وحتى لموظفينا بالعكس هذا بيشجع اكثر. نعم. حتى صرنا نشوف على السوشيال ميديا سلمى صار في صفحات للتسويق اللي كان بشتى انواع الصناعات والاغراض التجاريه يعني، ولكن كمان احيانا عم يكون الشخص ضحيه لهيك صفحات يعني. فكتير مهم اليوم نقدر نحن نبني هاي الثقة إذا كان حدا حابب يعمل مشروع صغير. في كتير عالم بلشت مشروع كان تسويق أو كان تجاري وعملت جسر كتير حلو يعني بينها وبين الناس. أنا ما في شيء اليوم بفصلني غير هالشاشة يعني. صحيح. فكتير مهم هاي الثقة اليوم. هيك بنصائح أخيرة دكتورة. هلأ في نقطة كتير مهمة إنه ضروري نحن يكون نوجه شبابنا للشيء الصحيح والصفحات اللي نحن نقول موثوقة المعتمدة، لكن يكون في حزن نعطيهم المعايير. شو هي المعايير؟ انا مو اي صفحه بشوفها لا هي صفحه، لا اكيد في كثير نحن عندنا اختراقات وفي كثير، لا نحن بدنا نوجه، بدنا نستثمر، بدنا نفعل دور الشباب، لكن بدنا نكون نحن الاساس. انشطه، تجمعات، نوادي فكريه، نوادي ثقافيه، هذا كثير ضروري لحتى نفعل دورهم للشباب بشكل عام حتى يستثمروا بالشيء المفيد، احسن ما يقضوا بدون فائده بس سهر ونوم، وحتى بده يكون بالمقابل في عنده ثاني يوم يعني عدم نشاط لعمله. نعم. في نقطه كثير مهمه انه دائما التنمر على الفيسبوك بيعمل شغل كثير يعني نفسيا كثير حيكون بشع وحيكون يعني حيستمر، وخصوصا اذا كان الشخص بعمر كثير صغير. فدكتوره بتحس انه نحن دائما مفروض اي كلمه نضل وراء اطفالنا يعني. طبعاً. اليوم مثلا وقت بتشوفي بوست مثلا موجه لك حدا ما بدي اقول شتمك، وجه لك كلمه قد ايه بتتضايقي وانت مثلا بعمر واعي يعني.
مزبوط اكيد، وهي يمكن من السلبيات اللي موجوده اللي هي الظواهر اللي نشات كانت تمام. موجوده بالمجتمع ولقت الفضاء الرحب مثل ما بنقول وسيله الى لتنتشر بشكل والردود عم تكون سلبيه بشكل اكثر بشكل اكبر يعني تمام. معلومات كثير نفسي اكبر يعني اكيد تمام. معلومات كثير مهمه قدمتي لنا اياها اليوم دكتوره رولا صيداوي، بدنا نتشكر وجودك معنا. شكرا لكم، شكرا لتواجدك، شكرا لكم، كل عام وانتم بخير وانت بخير يعني عيدونا اليوم صدفه شكرا وان شاء الله كل ايامكم هيك اعياد ومحبه بين الاهل والرفقه اكيد ان شاء الله. شكرا شكرا دكتور.